بكم في الحلقة الثانية من لعبة محاكي حياة القطط. في الحلقة السابقة ماتت أمي وضليت لوحدي، ولكن ساعدتني خالتي وأبناؤها في إيجاد الشخص اللي قتل أمي، ووجدته وبدأت خطة الانتقام. أولاً بتقطيع فرامل سيارته وهو طلع فيها مشان يسافر. شوف نظركم رح يصير فيه، وهل رح أقدر انتقم لأمي، وهل رح روح السجن؟ كل هذا رح تشوفوه في حلقة اليوم، شاهدوها للأخير. وقبل ما نبدأ حطوا كتير لايكات للفيديو، شاركوا في القناة وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجاية. وهلا خلينا نبدأ. اوكي، هنا بعد ما قطعنا له الفرامل، او ماي جاد، هو الان راح يروح بالسيارة، يعني هو مسافر بالسيارة. ماذا علي ان افعل؟ هل اتبعه او اجلس واسترخي؟ اظن انه اجلس واسترخي. ليش راح اتبعه مع انه انا قطعت له الفرامل مشان انتقم منه لانه قتل لي امي؟ او ماي جاد، لا يا الله، او ماي جاد، او ماي جاد، راح اروح اشوف شو صار. يا الله، راح اروح اشوف شو صار فيني. يا الله، عمل حادثة سير. يا الله يا رب، ان شاء الله ما اروح فيها انا. اوه، اجت الاسعاف. ما اعرف مين اتصل بالاسعاف. راح يحملوه في الاسعاف الان. اوكي، هذه انا. اوه، راح اطلع للاسعاف انا. اوكي راح نطلع للاسعاف عشان نعرف شو بيصير. اوكي، هنا اعطينا 2 اختيارات، هل اخبشه او اعمل عليه. اوكي، راح نختار الاختيار الثاني مع انه راح يضيع لنا كثير فلوس. اوكي، بس خلونا ننتقم منه الحقير. اوكي، راح نعملها عليه الان. اوكي، قام من النوم، عم يقول او ماي جاد، عم يقول شو عم يصير معي، عم يصير معك انت، اللي شو عم عملت اصلا. رح يروح الان. او ماي جاد، هذه فقط البدايه. اوكي، ما بعرف مين هذا الرجل. I will do it tomorrow. اوكي، الضوء قعدنا معطل في البيت وهو عم يقول رح يصلحه حتى الغد، يعني حتى الغد عاد يعني رح يصلحه. هل ندفعه اوكي او نصلحه نحن الضوء؟ اوكي، رح ندفع. اسمه مستر سميث. اوكي، رح ندفعه اوكي عشان يصلح لنا الضوء. اوكي، صلح لنا الضوء، نحن بدنا الضوء. اوكي، لانه انا بخاف من الظلام. اوكي، صلحوا. يس، اوكي، الان انا نايمه انا وهذه الست اللي احضنتني. يا الله، لس اجى حد لس للبيت، لازم نرفع ايدنا. اوكي، هل رح نرفع ايدنا او رح اتعارك معه؟ اكيد رح اهجم عليه. الحقير بده يضربنا. اوكي، رح اهجم عليه الان. اوكي، مشان اواجهه. الحقير هذا شكله. You are a star. Oh, I will take you shopping tomorrow. Oh, قالت لي أنا نجمة، أنا نجمة أو نجمة، راح توديني معها للشوبينج. أوكي، راح نتسوق. يا الله، إجينا على السوبر ماركت. أوكي، وراح تشتري لي هدية. أوكي، خيرتني ما بين 2، هل راح تشتري لي هذه بوميرانج أو صبار أو سكين؟ لا، سكين ما بحبه. أوكي، هذه هي اللي البوميرانج، هي اللي كانت عند ماوكلي. نعم، تتذكروها؟ This is awesome. كتير رائع. يلا نروح الآن للبيت لأنه تابعني كتير كتير أشياء نعملها. لازمني أنتقم من الحقير. أوكي، الآن عم ننتظر حتى يرجع. أوكي، عم راقب، لسه عم راقب. أنا بدي أعرف هل هو متأسف على حالة أمي أو لا. أروح أسأله. أوكي، رح أسأله. أوكي، رح نروح نسأله. أوكي، سألته، قلت له لقد قتلت أمي بقيادتك المتهورة، هل أنت ندمان على ما فعلته؟ أوكي، رح نشوف هل هو ندمان فعلا. I give a damn. الحقير قال لي اهربي عن وجهي وقال لي الله يلعنك، يعني هو لعني. اوكي، رح ارجع للوراء، رح اختار ارجع للوراء. اوكي، يا الله، رح اعمل، رح اطلع. اوكي 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 اوكي، لازم نرجع للوراء جيدا ونهجم عليه. يس، خلينا نشوف شو صار فيه. يس، عملت له هون قمشات هون. اوكي، خبشت له وجه الحقير. هذه زوجته او صديقته، ما بعرف، عم تساله هل هو بخير. اوه، هذه مديرته في العمل. اوه، عم يتاسف لها على الموعد النهائي للمشروع تبعهم وعم يقول انه رح يعوضها. اوكي، شكلنا عطلناه. Take a seat, please. اوكي، طلب منها تجلس. اوكي، رح تجلس معه. نحن لازم نخمن في شيء. اوه، الهدايا اللي شرينا من السوبر ماركت اللي اشترت لي السيدة اللي معها انا في البيت، هل رح اوكي اكيد رح ارمي عليها هذه، يعني
او ماي جاد، هذه هي اللي راح تعمل لك دورة. You pervert. You are fired. Yes, طردته من العمل. يا الله، واخيرا I must get rid of the cat to make my life easy. الحقير بده يتخلص مني. قال لك حتى يعني يسهل عليه حياته. او ماي جاد، لازم نرد بالنا منه لانه انتقمنا منه، ما يعني ما ردي من الانتقام اللي عملنا له. Let's have a small party and bring in some positive vibes. او هادو اصدقائه للحقير بدهم يعملوا حفله صغيره. قال لك حتى يجيبوا الطاقه الايجابيه والمشاعر الايجابيه. اوكي، راح نخليهم يعملوا الحفله ونحن لازم نفكر لهم في حيله. As you guys say. اوكي، مشان ننتقم منهم. I will turn the party into a nightmare. اوكي، راح نخلي عليهم هذه الحفله مثل الكابوس. اوكي، الان مساء الحفله، الاصدقاء تبعه بداوا يجوا ونحن لازم نعمل شيء. هل راح ادخل لمنزل الحقير او اتصل باصدقائي؟ يس، اصدقائي وابناء خالتي، نعم هم اللي راح يساعدوني في هذه المهمه. يس، اجوا، مرحبا، اجوا. هذا ابن خالتي الاول اللي لابس اسود. يا الله، اجوا الان. شو لازم نعمل؟ او راح نخرب البيت كله. نعم، لازم نخرب عليه حاسوبه وبيته وكل هذه الأشياء. نعم، يستحق الحقير. الآن لازم نعمل؟ Oh my God، شو لازم نعمل؟ في ظلام، يا الله ما في ضوء. بدأت الحفلة. شوفوا مع الحقير كيف عم يرقص. أنا بكرهه. شو لازم نعمل؟ يا الله، هو لازم انتقم منه، هو اللي لازم انتقم منه. أوكي، شو لازم نعمل؟ هل راح نطفئ الضوء او نتعلق على ال يعني اللي بتكون فوق ثريا او هيك اسمها؟ نعم، راح نختار نطفئ الضوء. اوكي، نطفئ الضوء. اوكي، راح نطفئه الان. او ماي جاد، يا الله، وقعوا. هو ما وقع، اصدقائه وقعوا، هو ما وقع. الحقير شكله عرفني انه انا، شكله حس فيني. يا الله، انا اكره وجهه. حقير، ولسه ما انا ندمان على الشيء اللي عمل لامي. اوكي، عندنا هون اثنين اختيارات. هل رح اختار اني اقفز مشان الحليب او اكل اي شيء؟ انا كانه قطه يعني لازمني حليب. اوكي، ننتقم من هنا، نشرب له الحليب اللي على الطاوله. شكله بيشوفني. يا الله، لا يكون بده يمسكني. اوكي، شربت الحليب كله اللي كان فوق الطاوله. يس، you are trapped. I mixed medicine in the milk. الحقيقة you will soon be unconscious. قول لي انه خلط لي دواء في الحليب وسافقد وعيي بعد قليل. يا الله، يا الله، ما كنت بعرف انه راح يعمل لي هيك. يا الله، شو لازم اعمل؟ هل لازم اتعارك معه او اهرب؟ رح يختار اني اهرب. يلا بسرعة، نهرب. او ماي جاد، ما قدرت اهرب. لا، ما بعرف شو اعمل. لا، اوكي، رح اتعارك معه الان. لا، مسكني الحقير، مسكني. Your end is near. عم يقول نهايتي قريبة. لا، كنت انا اللي بدي انتقم منه، هو اللي انتقم مني. يا الله، شو هالظلم في هذه الحياه. يا الله، قتل لي امي وما بده، يعني ما كفى هذا الشيء، بده انا ايضا يقتلني. والله رح موت. هذا ما انه ندمان على الشيء اللي عمل لامي، هذا ما عنده ضمير، هذا لازم السجن ان شاء الله. رح يسجن ان شاء الله. اذا حبيتوا تعرفوا شو رح يصير معي وشو رح تكون نهايته، وهل نهايتي رح تكون قريبه، وهل رح يعني رح اتبع امي، هل رح يقتلني هذا الحقير او لا؟ اوكي، خبروني بالتعليقات وفجروا هذا الفيديو لايكات، وبشوفكم بالحلقه الجايه من هذا الفيديو. باي.